هو طبعا الطاقة النووية في مجملها رغم انه حدث بعض الحوادث في تشيرنوبل و فوكوشيما دول الحادثتين الرئيسيتين، الا انه في مجمل الانتاج بتاع الطاقة الكهربائية من المحطات النووية تعتبر بالمقارنة بمثيلاتها من الفحم والغاز والبترول تعتبر آمنة جدا. تمام. وتعتبر طاقة نظيفة، بالإضافة إلى أنه استهلاك البترول أو الغاز الطبيعي لحرقه في المحطات التقليدية ده يعتبر إهدار كبير جدا لمصدر اقتصادي كبير. يعني ما ينفعش نحرق جميع إنتاجنا من الغاز الطبيعي وممكن استيراده، طبعا الحمد لله ان في دلوقتي غاز طبيعي هنكتفي ذاتيا منه، بس الاصح ان احنا نستخدم هذا الغاز الطبيعي في قيمه مضافه عن طريق تصنيعه لصناعات البتروكيماويات والبلاستيك والسماد وغيره عشان يبقى نزيد قيمته الاقتصاديه. الطاقه النوويه عن طريق توليدها للكهرباء بيمثل إتاحية كبيرة جدا. يعني المحطة النووية لتوليد الكهرباء في العادة شغالة على الأقل لمدة سنة بدون أي تأثير، إلا فترة ممكن تغيير الوقود وده بيستغرق فترة صغيرة أو الصيانة. فإتاحية هذه المحطة للتشغيل أكثر كثير جدا من مثيلتها في المحطات العادية.